تمام كده. يحدث الآن هو ده المشهد، صحيح؟ هي دي مرايتك؟ وهذه مرايتك، كل اللي شايفته في المشهد جاء عشانك، شفتي؟ عشان حقك، وده رزقك، هي دي النعمة. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، أصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا. تمام. أيوة، إلا المجهود. تمام، المجهود. الجهد، ثقل. بصي، يدك ماسكة البتاع ده، فاهمة كيف؟ فثقلها في حالة ثبات، فاهمة كيف؟ فثقلها مسمع في الكتف اللي عنده واوة كبيرة. فالحمد لله. مش ايه، تحب اللعب، انا عارف. ايوه، بس يعني ايش، الدنيا اخذ وعطا، شو اليمين شو اليسار. ايوه. لا عاد، ايش حنساوي؟ الوضع الأفقي، لا إله إلا الله. تمام، الوضع الأفقي. أيوة، أوكي. مش شامي يغسل عين مانجا مصرية بلون عين. أيوة، المشهد اللي انتي شايفته خلاص، ما في ولا شيء من الرغي الفاضي في المشهد حق بسم الله بي حرص وصينه. تمام، حديث برا بمفردات ما موجودة في المشهد، برا المشهد، صحيح؟ يبقى انتي ما معجبك المشهد مثلا، يعني تروحي المسرحية وتقعدي تتكلمي وقت ما الناس بيمثلوا قدامك وتدي عليهم وتاخدي وتدي، كيف يعني؟ ايش؟ لا، ما يجوز كده خالص. فوضنا المشهد خلاص، مفردات المشهد اتحسبت عليكي، جات مخصوص عشانك، جبتي نفسك على قيد الحياة في وسط دائرة، انتي منتصفها وسط الدائرة دي، مشهدك السمع والأبصار والأفئدة كان عنه مسؤولة، لا حملها الإنسان في أمانة، بتكتبي كل شيء، بيتسجل عندك من يوم ما تصحي من النوم هترجعي تنامي تاني. الحمد لله، ولا كيف؟ ستار حليم حبيبي، الحمد لله. اي والله، ايوه، عصر أسرى الفاتحة وحضرة رسول الله، وعندي عصر الجمعة يا جامع الناس ليا من لا ريب فيه. أي والله حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم رجاء غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم أبدا ولا الضالين، لا دول ولا دول. فالحمد لله اللي امشي ورا الحركة، تمام، تتبع الحركة، الحركة تأتي من متحرك، خلاص تمام. مين المحرك؟ بس هو ده هو ده شهود، هو ده شهود اللي يحدث الآن، هو ده المشهد، إدراك المحرك لله دي كلها. عاد انتو شوقك هاي مش ايش رأيك؟ انا تيالي الحمد لله، والله صدقيني الحمد لله، ليس لها من دون الله كاشفة، وما هي قصة عقل بأي حال من الأحوال، فنتحمد العافية إنها ما قصة عقل، لأنه بسم الله ما شاء الله قصة العقل حمضانة ما تعرفي إلا اللي يجيكي، صحيح صحيح. فخلاص تعرفي على اللي جاكي، يعني هو ده اللي جاكي، انت قاعدة الحين في احلى، يعني شوفي الوضع الافقي ده من احلى الحاجات اللي ممكن تحصل في الحياة، بتتفرجي على مشاهد الدنيا والاخرة وقصص في الحيطة وظلال والشباك والشجر والعصافير وحالة الأمان والسكينة وكل الحلويات هذه، خلاص تمام. اسمع ايش بقى بعد إدراك كل المشهد ده، قيد الحياة في حد ذاتها هي دي النعمة، أول ما تدركي الحياة تقول الحمد لله على طول، لأنه ألم يعني بنعمة ربك فحدث، خلاص حديث النعمة هو الحمد لأنك أمة محمد، ما عليه خلاص قدر الله ما شاء فعل، مالك خيار تكوني من حاجة تانية، هو ده اللي صار سيريسلي في الشهادات أيوة الناس دي موثقة، تمام. بغض البصر كعقل، يعني مو انت اللي سويه لنفسك بيحمل الأحوال، لأن العقل ثابت، عمليات العقلية هذه حركة في الثبات، تمام، لكن العقل ثابت ليس له قدرة على الحركة، يبقى ماله الدعوة، ماله في الفعل، ما له دعوة، يتلقى طول الوقت، تأتيله الإشارات بوجود الشيء فيدرك وجوده بس ما تدرك وجود الشيء تسميه بقى، ايش هو الشيء اللي شفتيه، ايش هو الشيء اللي سمعتيه، ايش هو الشيء اللي حسيتيه، فالحمد لله يقول لك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، أصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا. فإيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي أيوة والله
الصبر. يقولك صبارا شكورا، صبار. You don't have a choice in the matter, seriously. لأنه اللي جاكي وأدركتي وجوده قدو حصل خلاص، مالك قدرة عليه، لأنه عبال ما جاكي صار فعل ماضي. والله كن فيكون خلصت. تمام. آي آه. ف تكذبي العين ولا تكذبي الإذن ولا تكذبي القلب ولا تكذبي مين؟ إنه جاكي إنك أنت على قيد الحياة. الحياة هذه ما عجبتك. ايوه، ما جبتي نفسك فيها، يبقى مالك خيار، مالك سابقة، مالك ولا ومالك فيه، وحقتك. بتشوف الحاجات وهي بتتحرك، صح؟ بتسمع الحاجات وهي بتتحرك، فاهمة كيف؟ مو انتي اللي بتحركيها. عقل بتجيله إشارة من المتحرك عن حركته، خلاص. بس تمام، إذا جاتك المعلومة، جاتك إشارة عن الحركة، تمام، جاتك، مو انتي اللي جبتيها، خلاص. ما دامت هي اللي جاتك، مالك راي في اللي يجيكي. اسمع كل واشكر. ما بذلتي مجهود، لانه كذا وضع افقي، فما كيف على ظهرك الحلو هذا، حسي بيه بس شوية، خلاص. في احلى مشهد في الدنيا، فكلام كله writing on the wall وسينما، ويعني جنة الله، جنة الله، وجمعة، عصرية جمعة، وسيدي محمد، وسبحان الله والحمد لله، وكل شيء حلو، كل شيء حلو. تمام. ايوه، مستتكي لانك تقول الحمد لله على كده. تقيل على لسانك انك تقول الحمد لله اني قاعدة في وضع افقي، في حالة يعني كده، يعني نعيم، نعيم الحياة. ما انتي دحين على قيد الحياة، خلاص، هذا نعيم الحياة الدنيا. نقولك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خلاص، بدوقك نعيم الدنيا، فالحمد لله، خلاص، بدوقك يعني سبحان الله والحمد لله. اختبار الدنيا، لا تشكر أم تكفر. بس خلاص، لأنه ما في ظلم، ما خلقك عشان يظلمك، حرمت الظلم على نفسي. تمام، لما يكون لك رأي في اللي بيحصل، خلاص، انت بتظلمي اللي بيحصل، يبقى بتظلمي العمل، المشهد هذا كله، تفتري على الله كذبة. يكون لك رأي، هو اللي خالقك، يكون لك رأي في اللي هو بيسويه. كيف؟ لا، ما انتوا سواسية ابدا. العقل المخلوق ما يقدر يتساوى مع الخالق، منطق، ما من هذا غير منطقي. doesn't work that way. لا 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 لا، you're being funny now. صلي على رسول الله، من جد ما في غير كده يا سيد محمد. عاد والله يا سيد السادات، جئتك قاصدة.
أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله 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 يا خير الخلائق إن لي، أيوة، قلب مشوق لا يروم سواك، عارف كيف؟ فيعني خد بيدي، كيف يعني؟ نعدي الشارع، بس نعدي الشارع، نعدي الشارع يعني ترى في الحركة، في حركة صاحبه في السفر. يا رب يا الله، لا إله إلا الله، بس كفينا شر الغفلة. حسن الخاتمة يا سيد محمد، هو ده قصدي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ما بخاتمتي غفلة، الله يرضى عليك، هذا قصدي، قدر الله ما شاء فعل. وهي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذا اسمه بيدوقك، يقول لك في كده خلاص، تشكري ولا تكفري؟ تقولي شكرا طبعا، ليش؟ لانه gave you a taste، عشان ما في ظلم. في كده خلاص، وما في الدايم، هو الدايم ولا دايم غير الله، خلاص. فالأمر بالشكر، فما كيف يعني، يعني هو أمر بالشكر بصيغة خيار أو وهم الخيار، هو أكيد وهم، حكاية إنك أنت مخيرة، لأنه كيف تقدر تكذب العين؟ جاتك إشارات من العين بالحلويات، خلاص تقولي شكرا على الحلويات، أكيد يعني الواحد اسمه جحود، إنه الحاجة الحلوة تجيك لين عندك، ما سويت فيها ولا شيء، ولا بذلت مجهود ولا شيء، اللي تبيه جاك لين عندك، وانت مصلقحة على ظهرك، خلاص أوكي، أكيد يعني حتقولي شكرا، تمام؟ يبقى مالك خيار، يبقى وهم انه خيرك بين الشكر والكفر، ما تقدر تكذب العين. الحمد لله، والله هرجنا كثير.